مرحبا بكم متابعي صفحة اتحاد تيغو العراقي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اليوم حلقة جديدة مع التنين الصيني التيغو 5 الشكل الجديد. تابعونا حول هذا التغطية المميزة. طبعا حبايب تيغو 5 الشكل الجديد سيارة جدا نتابع عليها من قبل شركة شيري بتصميم كيفن كلوب مصمم بي ام دبليو مع جيمس براين هوب المصمم العالمي لشركة رانج روفر. تم تصميم السيارة بشكل جذاب وعصري وتلاحظون انه كمية التكنولوجيا بالسيارة لايت ال اي دي مع نظام هالوجين تحكم باللايت مع ال اي دي نهاري يجعل السيارة اكثر جمالية وتنافس من ناحية التصميم. طبعا تيغو 5 تتميز بمزايا كبيرة تختلف عن السيارات الاخرى. الماكينة 2000 بنظام دي في في تي تغيير صمامات الالكتروني اللي جبتها من شركة تويوتا اضافة للجير بوكس الجير للسيارة سي في تي المستخدم بتقنية نيسان بالنظام 7 نمر. اضافة الى التانكي انه سيارة يعني نوعا ما صرف الوقود شوية جدا عالي ب 55 لتر التانكي مالتها تصرف لكل 100 كيلومتر حوالي 15 لتر. طبعا سيارة تيغو 5 الشكل الجديد 2019 تمتع بشكل خلفية جذابة من ناحية الباك لايت الخلفي من نظام الهيلوجين إضافة إلى أنه تمتع بنظام كاميرا دوارة مع حساس خلفي مع دبل إكزوز يعطي السيارة أكثر انسيابية وجمالية. طبعا حبايبي سيارة تيغو 5 أحدث طفرة من قبل شركة شيري من ناحية التصميم الداخلي والخارجي. من ناحية التصميم الداخلي متعب مواصفات كلش عالية من ناحية انه سيارة بصمة رافت الى شاشة اندرويد 9 انش لوحات عدلات جميلة كلش. لاحظ السيارة هسه عند التشغيل نظام السبورت وضعية القيادة نوعين سبورت واقتصادي. تحكم السيارة انقطعتين تبريد 7 سرعات اللي هو متميز بها طبعا كلش تبريده قوي خاصة في الصيف. شاشة تاتش اندرويد نظام كلود درايف. اهلا حبايب اليوم اسعدنا تجربة تيغو 5 الشكل الجديد 2019 وراح نشوفها بالطرقات. طبعا تيغو 5 سيارة مختلفة جدا عن سيارات شيري الباقية من ناحية انه سيارة جدا ناعمة في الطرقات يعني مقاربة للسيارات الكورية جدا او يعني من نفس الشيء يعني حال. طبعا السيارة مكينة جدا ناعمة الجير ما تحس بالنمر سلاسة جدا جدا. سعر السيارة 16,500 ما عدا اللوحات سعر ايضا تنافسي. طبعا المنافسين هذه السيارة توسان هونداي توسان وكي سبورتج ونيسان الروك. طبعا هذين السيارات منافسات قويات بالشارع العراقي لكن تيغو 5 له مستقبل كلش كبير من ناحية انه سيارة مواصفاته اولا تحكمها تتفوق على بعض من الامور من السيارات الكورية اضافة الى انه جودة السيارة كنفس الكوري تماما. نلاحظ ايضا نوع ضجيج داخل السيارة الان اللحظة نسبة الضجيج 73 نسبة جدا ممتازة تعتبر بالسيارات مقارنة بالسيارات الأخرى.
يعني الكامري او التورسان اخذت في كوريا 68، هي 73 تيجو 5 تعتبر جيده لا باس بها. عيوب هذه السياره يعني شبه انه تصرف بنزين، يعني صرف يعني تقريبا تكفي تفويل 55 لتر، تكفي تقريبا 350 كيلو، اضافه الى انه السياره جدا ناعمه، مختلفه عن التيجو 3 ومختلفه عن التيجو 2. سياره لها مستقبل جدا كبير في العراق، وتتفوق على منافسيها من ناحيه حجم السياره الداخلي واضافه الى شكلها الجذاب. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. For the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to lay down the garden gate. This my first time yesterday. متابعينا الكرام، طبعا نحب نوضح حول سيارة تيجو 5 بعض العيوب، شو العيوب البسيطة اللي يجب تحسينها ان شاء الله بالمنتجات الجديدة، اللي هي صرف وقود شوي جدا عالي بيها، اضافة لانه نظام السي في تي عند الانطلاق يعتبر نوع من النوع البطيء مقارنة بالسيارات الباقية، لكن هو جدا سلس بالتسارع. اتمنى عجبتكم هاي التغطية حول التيجو 5 الشكل الجديد. تابعونا في حلقات أخرى حصرياً لاتحاد تيجو العراق حول قناة اليوتيوب والفيسبوك. شكراً لكم.